نزل عثمان بن مضعون وقصته عجيبة جدا في جوار الوليد بن المغيرة. وقلنا الوليد بن المغيرة ده كان شنو؟ أيوة كان أسن رجل في قريش، وهو كان رئيس بني مخزوم، وبني مخزوم ذل كانوا ريحانة قريش وأكثرهم. نزل في جواره فدخل الوليد بن المغيرة الحرم وقريش كلها جالسة في أنديتها، فصاح بالناس: أيها الناس إني أجرت عثمان بن مضعون. خلاص ما في حد ثاني بيتعرض له. ونزل كذلك أبو سلمة، حنجيه بعد شوية، في جوار أبي طالب لأنه خاله. طيب عثمان بن مضعون بعد ذلك قال: فرأيت أصحابي يؤذون أذية شديدة. قال: وأنا في جواري رجل من قريش. قال: فقلت في نفسي إن هذا لنقص كبير في ديني. يعني أنا أقعد شنو؟ مستمتع بالحياة وما ضارني شيء، ها؟ وأنا في أمان، مع إنه إخواني من المؤمنين بتعرضوا للأذى. قال: إن هذا لنقص في ديني. طوالي مشى لمنو؟ للوليد بن المغيرة. قال له: يا أبا عبد شمس، إني رأيت أن أرد عليك جوارك. أنا جوارك ده ما داير كويس، وأريد أن أوذى في الله كما يؤذى أصحابي. فقال له: يا ابن أخي، أرى أن تمسك جواري، خليك في جواري ما بيضرك شيء. قال له: لا، أريد أن أكون في جوار من هو أعز منك، في جوار الله سبحانه وتعالى. أنا داير جوار ربنا بس. قال له: تمشي المسجد وتخلع جواري، أه؟ زي ما أنا أجرتك. فانطلق عثمان بن مضعون ومن خلفه الوليد بن المغيرة مشي وراه، فصاح في الناس: إني خلعت جوار الوليد ابن المغيرة. كويس، وأكد وراه طوال الوليد، قال لهم: إني نزعت جواري. طيب فجلس في المسجد، فجاء رجل وكان آنذاك مشركا، وهو لبيد ابن ربيعة، لبيد ابن ربيعة الشاعر المشهور اللي قال عنه الإمام الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فهو كان من فحول شعراء العرب، فجاء ينشد قريش شعرا وقريش قاعدة وبيستمع له. فقال البيت بتاعه المشهور: ألا إن كل شيء ما خلا الله باطل. فقال له عثمان بن مضعون: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال له عثمان بن مضعون: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. هو عثمان بن مضعون يا دوب كده، هو كان في جوار الوليد وفك الجوار يا دوب وطوالي قايم بالتقيل. قال له: كذبت، ده شاعر قريش، وقريش الآن مجتمع كله بتستمتع بالشعر، ده قدامه. قال له: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فقام لبيد قال: يا معشر قريش، منذ متى يؤذى جليسكم؟ يعني هو ده بيحرش فيهم، يعني أنا جليسكم وجاي ضيفكم، ضيفكم بقيتوا تعزوا؟ فقام رجل قال: إن هذا يا لبيد لسفيه في مجموعة من السفهاء تركوا ديننا وبارزونا بالعداوة.
فقال له عثمان بن مظعون كذبت. وبدأ النقاش بيناتهم بين الرجل ذاك وعثمان بن مظعون، واشتد النقاش بيناتهم. فقام الرجل فلطم عثمان بن مظعون حتى اخضرت عينه، بوظ العين. الوليد قاعد بعاين فيه، قال له يا ابن أخي إن عينك كانت في غنى عن هذا، أنت كنت في جواري وعينك دي كانت غنية من ال من ده. فقال له عثمان بن مظعون كلمة جميلة تدل على إنه يا إخواننا الصحابة ديل باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. قال له يا عمي والله إن عيني الأخرى لفي حاجة لما أصاب الأولى. عيني الشديدة ذاتها دار لها لطمة زيدي في وجه الله. قال عد إلى جواري يا عثمان. قال لا حاجة لي في جوارك. فده يا إخواننا نموذج، لأنه الصحابة ديل ناس آخرة. عشان كده الصحابة ديل ما في زول قديرهم كله نهائي. هزموا الممالك دي بأعداد يا إخواننا كبيرة جدا. أنت لما تقرأ بس بالأرقام جيش المسلمين كان كم والناس اللي بيقاتلوهم ديل كم، يا أخي دي أرقام ما طبيعية، أرقام ما طبيعية أصلا. مع عدا الصحابة كان عدتهم الإيمان، وأي زول حريص على الموت أنت ما بتقدر عليه، أصلا ما بتقدر عليه. الدنيا دي ما مدينها أي قيمة. طيب